شوفوا معانا مشهد الشباب في قاهرة المعز وهم يقلدون نفس التلاوة بنفس المشهد بنفس الأسلوب. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أنا عايز أسأل حضراتكم، إيه اللي يخلي هؤلاء الشباب يجتمعون معا على تقليد ومحاكاة هذه التلاوة التي رأوها في أشقاء لهم في أقصى الغرب الأفريقي؟ وإيه اللي خلى هؤلاء الشباب والأطفال في أقصى الغرب الأفريقي يقلدون قارئ نبت وعاش في أرض الكنانة مصر ليس لها تفسير إلا معنى من الحب الذي نشأ على ضفاف القرآن الكريم والذي تعمر به الحياة في مصر وتعمر به الحياة في غينيا كوناكري ويعيش به الناس القيم والشمائل الموجودة في هذه الآيات من البر بالوالدة والوالدين وأن الإنسان يكون سلاما يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا على كل شيء في الوجود. حقيقة إن الحب هو المولد والمحرك لمعنى الحياة.